للتاريخ ذاكرة لا تشيخ، فالتاريخ لا ينسى ولا يغفر حتى وإن مر على أحداثه أكثر من 100 عام، كالذي فعله المحتل العثماني عام 1912 عندما تخلى عن ليبيا، أو بالأحرى باعها للاستعمار الإيطالي، لتغوص في عقود من المذابح وعمليات التهجير التي نتج عنها سقوط الآلاف والآلاف من الضحايا. لكن المقاومة الليبية التي استمرت لعشرات السنوات لم تعول على نصرة من باعوهم، وبدأت في قتال طويل حتى تحقق حلم الاستقلال الذي مهد له إعدام شيخ المجاهدين عمر المختار. تمر الأعوام ليعيد التاريخ نفسه بعد قرن وبضع سنين. تبدلت خلالها أحوال البلاد والعباد، لكن أطماع العثمانيين لم تتغير، ليأتي حفيد يعيش وهم سلطان غير عابئ بعار أجداده، وهو يحاول رسم خلافة مزعومة يطمع أن تكون ليبيا جزءاً منها. في أواخر عام 2019 بدأ التحرك التركي دبلوماسياً للتدخل في الشأن الليبي عبر اتفاقيتين، إحداهما أمنية والأخرى بحرية، وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق بشكل غير مشروع، لكونها تتعدى صلاحيات فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمنبثق عن اتفاق السخيرات. لكن الاتفاقيتين التي أعلن عنهما بعد لقاء بين إردوغان والسراج في قصر دولما بهيتشا باسطنبول دون الإفصاح عن ما دار فيه، قوبل برفض تام من قبل الحكومة الليبية المؤقتة، والتي اعتبرته اتفاقاً غير شرعي يؤسس لتدخل تركي مرفوض في الشأن الليبي. وعلى هذا النهج خرج رفض وإدانات غربية وإقليمية عدة، لكن من دون جدوى. لم ينتظر إردوغان طويلاً حتى كشف عن نواياه الحقيقية من وراء تلك الاتفاقيتين، فمع أوائل شهر يناير من عام 2020 كان البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية. في هذه الأثناء كان مطار معيطيقة بالعاصمة طرابلس يستقبل أعداداً كبيرة من المرتزقة السوريين كانت أنقرة تستخدمهم في دعم الميليشيات المسلحة في بلاد الشام، لينتقل مخطط التخريب إلى أرض أحفاد المختار. هنا طرابلس، مدينة الشمس والهواء، أو هكذا كانت قبل أن تستباح من قبل الأجانب والميليشيات. يتجول فيها المرتزقة الذين جلبتهم تركيا، وتسطو على إرادتها التنظيمات الإرهابية، وتكتم أنفاسها رائحة الموت والبارود. تورط أنقرة في دعم الإرهاب في ليبيا وتأجيج الصراع هناك فضحته اعترافات مرتزقة إردوغان الذين تم القبض عليهم في جبهات القتال المختلفة. منين أنت؟ سوريا. من وين سوريا؟ حمص. هذه الاعترافات أزاحت الستار عن طرق تجنيدهم وتدريبهم في الأراضي السورية التي يحتلها الأتراك، ومن ثم إرسالهم عبر رحلات مدنية من مطارات تركية إلى مطاري معيطيقة ومصراتة، والواقعين تحت سيطرة ميليشيات الوفاق. منين جاي متفضل؟ من سوريا. سوريا؟ باهي، وعن طريق شنو جيت؟ عن طريق تركيا. تركيا؟ باهي، وين نزلت؟ جيت طلعت من غازي عين، من حور كلز على غازي عين تاب. من غازي عين تاب أخذونا طيارة على اسطنبول، طيارة من أخذونا على اسطنبول. طلعونا طيارة سفاري. طيارة شنو؟ حربية شنو؟ طيارة مدنية كبيرة. منين طيارة؟ هي طيارة كان مكتوب عليها الليبي. وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا فاق 10,000 مرتزق، في حين أرسل إردوغان نحو 2,000 عسكري تركي، وأوكل إلى قطر مهمة تجهيز قاعدة الوطية لصالح أنقرة. ما كشفه المرصد السوري تحدث عن بعض تفاصيله المتحدث باسم الجيش الليبي لواء أحمد المسماري في مناسبات مختلفة،
حيث أشار إلى أن إردوغان أنشأ شركة أمنية على الأراضي الليبية لجلب هؤلاء المرتزقة إلى بلاده. هذه الشركة معروفة باسم سادات، ومؤسسها هو عدنان تانري فيردي، أحد اللواءات المتقاعدين، والذي كانت تربطه علاقات قوية مع إردوغان وعمل كأحد مستشاريه العسكريين المقربين. ووفقاً لتقارير دولية عدة، فإن هذه الشركة تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية وتسليحهم بعد تدريبهم عسكرياً، ومرافقة الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، كما تلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات المختصة في تركيا وحكومة الوفاق مقابل الحصول على نسبة من الأرباح. ما تفعله الشركة الأمنية وما يحدث من توغل تركي في الداخل الليبي وكل ما يحاك ضد هذه البقعة ما كان ليحدث بدون خيانة أحد الرفاق. والحديث هنا عن فايز السراج الذي كان يوماً ما جزءاً من اتفاق سياسي كان الهدف من ورائه المساهمة في حل الأزمة الليبية، لكنه اختار طريق الخيانة فذهب طوعاً إلى اسطنبول وركع أمام سلطان الإرهاب التركي في وقت تشكو بلاده من انتشار الأسلحة والميليشيات، ليفتح الباب أمام مزيد من المتطرفين وتتحول الأرض من حوله إلى فناء خلفي لجميع أجهزة المخابرات، فأضحت ليبيا ملعباً لهؤلاء المرتزقة وقادتهم الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، والتي منحت كل واحد منهم $1,000,000. أسماء وصور قادة فصائل هؤلاء المرتزقة كشفتها بيانات الجيش الليبي سلطت الضوء على شخص يدعى أبو الفرقان ويلقب بسليماني تركيا، والذي يقول المسماري إنه ضابط بالجيش التركي ومهمته قيادة القوات التركية والمرتزقة الأجانب في ليبيا، ولديه أعمال سابقة في قيادة التحركات التركية في سوريا. أما معاون القائد العام أبو الفرقان فهو أحد عناصر المخابرات التركية ويعرف باسم عقيد غازي، ومعه عدد من ضباط سابقين في الجيش التركي أسندت لهم مهمات في سوريا قبل توجيه الوجهة إلى هنا. وبينما تواصل تركيا إرسال المعدات العسكرية إلى طرابلس وتجنيد الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، لا تتوقف معارك الجيش الوطني الليبي والذي يخوض حرباً ضروساً لاقتلاع الإرهاب من جذوره وطرد العدو الغازي من أرضه، بل إنه لا يتوقف أيضاً عن كشف خيوط المؤامرة التركية لتدمير بلاده. لكن طبيعة ما يجري يفرض سيلاً من أسئلة تدور معظمها في فلك دوافع أنقرة من كل هذا. ولماذا اتجهت البوصلة التركية غرباً باتجاه ليبيا بعد أن كانت مسلطة شرقاً نحو الأراضي السورية؟ للإجابة على هذه الأسئلة يكفي التمعن في كل زوايا الصورة، فتركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة للاستفادة من أجواء الحرب الليبية للخروج بحزمة مكاسب تمكنها من رسم خريطة البلد الغني بالنفط على نحو يخدم مصالحها. المتابع لأحوال تركيا يعلم أنها تستهلك سنوياً كميات هائلة من الطاقة دون أن يكون لديها موارد كافية، لذا تستورد ما قيمته نحو $50 مليار في العام الواحد. ورغم عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة، إلا أن المناطق البحرية التابعة لها مناطق فقيرة لا يوجد بها آبار غاز أو نفط، فقر دفعها إلى إرسال سفن للتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، والتي اعتبرته قبرص استفزازاً وتحركاً غير قانوني. فتحولت الوجهة التركية إلى ليبيا رغبة منها في توفير موارد طاقة جديدة، وهنا يبرز الغرض الحقيقي وراء الاتفاق البحري المثير للجدل مع حكومة الوفاق، ومع ما تحظى به منطقة شرق المتوسط من ثروات لما تحتويه من مخزون هائل من الغاز الطبيعي يقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب. تحركت أطماع إردوغان ليصبح قريباً من هذا الكنز
الذي تريد أنقرة أن يكون لها فيه نصيب وفير. ليست الطاقة وحدها بطبيعة الحال ما يصبو إليه إردوغان، فالدور التركي في ليبيا يندرج ضمن مساعا قديمة حديثة لإحياء العثمانية الجديدة وبسط نفوذ واسع لأبناء أتاتورك على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن إنقاذ الأوضاع الاقتصادية المحتدمة في تركيا ومحاولة إنعاش العملة المحلية التي عانت الأمرين خلال الفترة الماضية، معاناة وجدت منقذها في حكومة الوفاق التي ضخت 4 مليارات دولار من أموال الشعب الليبي بشكل وديعة بعائد صفري من الفوائد في المصرف المركزي التركي، وفتحت الباب على مصراعيها أمام الشركات التركية للاستثمار في ليبيا أو للتعافي من محنتها. يريد إردوغان إذن السيطرة على الطاقة ويحلم بإحياء الخلافة، لكنه أيضاً يسعى لمواصلة ابتزاز أوروبا باللعب على وتر اللاجئين من خلال التواجد العسكري على السواحل الليبية، والذي يمكنه من التحكم في المهاجرين غير الشرعيين كما يفعل دوماً بورقة اللاجئين السوريين التي يجيد استخدامها. وفي سبيل تحقيق هذه الأطماع التوسعية يواصل إردوغان دعمه للميليشيات المسلحة رغم الضربات المتوالية التي توجهها قوات الجيش الوطني الليبي مستهدفة قواعد عسكرية ومخازن للأسلحة ومعسكرات في العديد من الجبهات، بما لديه من دفاعات أرضية وجوية وطائرات مسيرة وغير مسيرة في هذه القواعد العسكرية. خسائر إردوغان الفادحة لا تنذر إلا بقرب نهاية محتومة بعدما باتت ليبيا مقبرة لمرتزقته، نهاية تبدد أوهام سلطان يرى في كل بقعة إرث أجداده وجزءاً من إمبراطورية عثمانية بائدة. من مطالعة التاريخ تخرج العظات، وفي تصفح ورقات الماضي دروس لا تعد ولا تحصى، لكن على ما يبدو فإن إردوغان الموتور بسلطنته المزعومة لم يتعلم من هذه أو يخرج بتلك، حتى أنه لا يعرف ماذا حل بمن سبقوه وجاءوا غزاة معتدين إلى ليبيا فابتلعتهم رمال صحرائها.